تتميل سريرة تمحديت بمنطقة تمحديت بالأطلس المتوسط 14 كساب غادي يكونوا وغيدخلوا حلبة التباري بعد لحظات تحت إشراف الجمعية الوطنية مربي الأغنام والماعز بأطرها إخوان تبارك الله عليكم، حنا متواجدين في تمحديت ميراج سلالة تمحديت عماد الله يحفظك. بأطرها المهم اخوان اللي تيتفرج فينا يبارطاجي اللايف المباراه الاخوان واحد شويه غادي تبدا حاضره معنا 14 الكساب من سلاله تيم حضيت المهم الاخوان اللي شافوا الفيديو